من أبشع الجرائم اللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الجريمة استخدموا الجناه الشوك من الصحراء في قتل ضحيتهم. كانت الجريمة بشعة إلى أبعد الحدود، والعجيب في هذا كله إنهم كانوا من صفوف المسلمين، والمشكلة الدافع كان جدا بسيط، ما كان عندهم دافع غير الأنانية والطمع، فارتكبوا هذه الجريمة بنفس طماعة وأنانية، واللي خلاهم يرتدون عن الإسلام، واللي بعدها نزل فيهم حكم الله سبحانه وتعالى بقرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم نقرأه إلى يومنا هذا. وفي قصة اليوم استعانت خيبر ببعض قبائل العرب، فتحزبت الأحزاب لغزو المسلمين في المدينة، بس اللي خرج لهم من المدينة فقط 30 صحابي، 30 فقط مقابل جيوش مجيشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم طيبين وبخير وفي كامل صحتكم بإذن الله. قبل ما نبدأ في قصة اليوم، نفسي استشيركم في شيء على السريع، والحقيقة هذا الشيء جالس يدور في ذهني له فترة، أني أبدأ سلسلة رحلة نهايتك. وفي هذه السلسلة راح نحكي فيها قصة الرحلة المجهولة واللي مكتوبة علينا جميعا، وهي انتقالنا من الحياة الدنيا إلى ما بعدها من الحيوات، ومستندين في هذه السلسلة على ما جاء في القرآن الكريم وما أخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة جالسة تدور في ذهني لها فترة طويلة، حاب استشيركم فاكتب لي في الكومنت تحت، وبرضو يعني وانت نازل كده لا تنسى تشترك واللايك لحنتي، خذ لك شي تاكل، ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا، اكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطلع لك. من دون ما نطول، بسم الله نبدأ. خلونا نرجع ورا شويتين، وبالتحديد في قصة اغتيال سلام بن أبي الحقيق، واللي ذكرنا قصته قبل كده. سلام بن أبي الحقيق كان سيد من سادة خيبر، وهذا الشخص أفرط في سب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا مجموعة من الخزرج من الصحابة لاغتيال هذا الرجل الخبيث داخل خيبر، اللي كان أغلبهم أهل الحرب وفرسان من أشد الفرسان، فاغتالوه في قصة عجيبة جدا ذكرناها قبل كده. المهم انهم اغتالوه، وبعد مقتل سلام بن ابي الحقيق وبالتحديد في رمضان سنة 6 هجري، صار الوضع في خيبر فوضى شويتين، لانه كان سيد من سادتهم، فقام اقوى واشجع رجل في خيبر كان اسمه اسير بن زارم، فقال في قومه: انه والله ما سار محمد الى احد منا الا بعث احدا من اصحابه فاتى برأس من اراد منا، ولكني لست مثلكم، انا ماني فاغر مثلكم، ولا اصنع ما صنع أصحابي، أصنع ما لم يصنعوا. قالوا: وما عسى أن تصنع؟ أسلم، أعطنا اللي عندك، بس حنا كلنا أذن. قال: أسير في غطفان فأجمع منهم من أجمع، ثم نسير إلى محمد في عقر داري، فإنه لم يغز أحد في داري إلا أدرك منه عدوه بعض ما يريد. يعني حتى في أسوأ الأحوال يوم بننهزم بنكسب شيء، ما عليكم بس امشوا. عندهم مرحلة التعزيز مرة مرتفعة. قالوا: نعمة ما رأيت، وحن معك الحين نحد شفرات سيوفنا جاهزين للقتال. يعني ما عندهم حتى شاورني أشاورك، ممكن صح ممكن غلط، خلينا نخطط، لا، قدام. مرحلة الشير ركب عندهم مرتفعة جدا. فعليا راح أسير هذا الغطفان، دخل بينهم وأعطاهم العلم كامل، وقال لهم: اسمعوا، إن كان طلعتوا معي فلكم من ثمار خيبر، ها وش رأيكم؟ وتراكم غانمين معنا، يعني إذا انتصرنا تأخذون شيء من الغنائم. غطفان ما عندهم مانع، هم أصلا ورينا وين الحرب حنا لها. خرجوا مجموعة مع أسير، مجموعة كانت كبيرة ما بسهل، وهم في الطريق كانوا يضحكون على محمد صلى الله عليه وسلم على إنه ما درى وإنه راح نغزوه، ويسولفون مع بعضهم، وما كانوا يدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم محنك، وكل اللي صار هذا واللي حصل وعين من عيون النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، يسمع كل شيء وينقله للنبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتل سلام رجل من الصحابة عشان يشوف أحوالهم بعد مقتل سيده. فرجع الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، دوبي طلعت من خيبر يا رسول الله، وكانوا يخططون على غزو المدينة، وما كانوا لوحدهم يا رسول الله، كان مستعين بغطفان يجمعون الأحزاب لغزو المدينة، علم بكل اللي جالسين يخططون لها أهل خيبر. فقاموا 30 من الصحابة وقالوا: يا رسول الله، حنا لها يا رسول الله، وحنا رجال الحرب،
خلاها لنا. كان قائدهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابي هذا برسالة معه إنهم يقنعونه بأن 30 هذولا آمنين، بعدها إذا تبه حرب فهن لها. فيحكي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه القصة على لسانه، طبعا أنا بقرب لكم إياها باللهجة حقتنا يعني. بس هو في نص واضح يقول: خرجنا في ذيك الليلة ومشينا في الصحراء، جلسنا نمشي في الصحراء إلين تعمقنا فيها، كنا في طريقنا إلى خيبر. طبعا خيبر لوحدها مليانة من أقوى وأشد فرسان العرب، كيف لك لو كانت غطفان الحين معهم، يعني جيش جدا قوي، والصحابة فقط 30. يقول عبد الله: وصلنا إلى منطقة قريبة من خيبر، فأرسلنا رسول إلى خيبر. دخل خيبر وكان رسول، والرسول لا يقتل، فوصل بالرسالة إلى أسير اللي هو كان قائد الجيش. ففتح أسير الرسالة وقرأها. كان في الرسالة: إنا آمنون حتى نأتيك فنعرض عليك ما جئنا إليه. إحنا مسالمين وما نبغى حرب، يعني حنا عندنا كلمة في حلوقنا، خلنا نعطيك الكلمة هذه، إذا عجبتك أعجبتك، إذا ما عجبتك أشهر سيفك ونشهر سيوفك. فأرسل الرسول لأسير، فدخل في خيبر، دخل والجيوش مليانة، ما هي إلا دقائق إلا والرسول هذا يرجع. يخرج من خيبر متجه إلى الصحابة، وصل عند الصحابة وقال لهم: إن أسير يقول لكم نعم موافق، ولكن لي مثل ذلك منكم، يعني من الأمان أدخلكم خيبر لكن تكونون على كلمتكم. قالوا: إيه بس نبغاك فقط في كلمة رأس، خلينا ندخل خيبر نكلمك كلمة الرأس دي. ولنا الأمان ولك الأمان. توافقوا ودخلوا 30 صحابي هذا في جيوش مجيشة من غطفان وخيبر، وهم يمشون بين الجيوش هذه. فوصلوا عند أسير وقالوا له: يا أسير، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك أن تخرج إليه وتروح له المدينة، فيستعملك على خيبر ويحسن إليك، تصير سيد خيبر، سيد قومك، إيش رأيك في الفكرة؟ يعني بتصير من أسير الشجاع إلى سيد من سادة خيبر، شيء مو بسيط يعني. ويصير اللي بيننا هدنة والأمور بيننا زي الفل، بدل ما نخش في حروب وفي دماء وهذا الأمور. نظر فيهم وعيونه مليانة بطمع الملك والسيادة، قال: اسمعوا أنا معكم بس بشاور قومي، ما يصلح أني أسوي شيء وقومي ما يعرفون هذا. قالوا: خذ راحتك شاورهم، بس ترى الوضع يعني سيري، الوضع ترى جدي. راح أسير لقومه وقال لهم: اسمعوا السالفة كذا وكذا، وأنا الحقيقة مبدئيا أقول لكم إن الفكرة جدا عجبتني. قالوا أهل خيبر: والله ما كان محمد بيستعمل رجلا من بني يعقوب أبدا، نعرف محمد حنا. قال: وش دراكم، والله أنا شفت في وجيههم الصدق، وترى أننا مللنا من الحرب والقتال، والحرب هذه مفسدة فيها. قالوا أهل خيبر: أهكذا يقول لنا أسير؟ أسير الشجاع اللي كان يلاحق الحرب وين ما كانت، ما ظنتي إلا طمعا في السيدة والحكم، ترانا خايفين عليك أنك تخرج من خيبر الحين ولا باقي ترجع لخيبر أبدا، ترانا بلغنا وبكيفك أنت. نظر فيهم وكأن الكلام هذا أثر في قلبه، يعني كأنه خاف، ما فكر في هذه الفكرة، بس طمع في السيدة والملك طغى عليه. فراح للصحابة وقال لهم: ما أخرج لوحدي، أنا ما بخرج لوحدي، يخرج معي نفر. وافقوا الصحابة بس بشرط أنهم ما يتجاوزون 30، وأنهم يأتون بدون أسلحة، يعني يخلون سيوف، ما يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف. صاروا الصحابة 30 وأسير واللي معها 30، وخرجوا من خيبر ومشوا إلين تجاوزوا 6 أميال من خيبر، يعني تعمقوا في الصحراء شوية. كان أسير طول الطريق عقله يتصارع بين الطمع للسيدة والخوف من كلام قومه إنه ما راح يرجع لخيبر. وكانوا الصحابة ملاحظين في وجه أسير إنه مقلوب، وجهه متغير وكأنه ندمان إنه خرج، يعني بدت ملامح الندم تظهر عليه. فكان أسير يمشي بجنب واحد من الصحابة كان اسمه عبد الله بن أنيس، وكان عبد الله بن أنيس يمشي في الصحراء، وكان الشخص الوحيد اللي جنبه أسير. يقول عبد الله بن أنيس: وأنا أمشي في الصحراء إلا وأحس بشخص يمسك سيفي، يوم حسيت بهذا الشعور دفعت بعيري، ناظرت وما كان جنبي إلا أسير، عرفت أن ملامح الندم اللي على أسير هذه بدت تصير إلى أفعال، فبديت أدفع بعيري شويتين وأوخر أنا، فقلت في نفسي: غدرت يا عدو الله. فرجعت أقرب منها مرة ثانية عشان أتأكد وأشوف إيش اللي بيسوي، إلا وفعليا يحس بيد شخص على سيفه للمرة الثانية وما كان جنبها إلا أسير، بس هذه المرة حاول يطلع السيف. يقول عبد الله بن أنيس: عرفت إنه هو، هذا هو خلاص. يقول: فرجعت ودفعت بعيري، وخرت، حاولت أني أخلي الموضوع كأني ما عرفت
باقي ماني عارف عن شيء، يعني مسوي نفسه انه مو بداري. يقول عبد الله بن أنيس: هل من رجل ينزل فيسوق بنا؟ يعني ينزل من بعيره ويسوق بعيره بيده عشان يشوف وين الطريق بالضبط، الا ما نزل احد ابدا. يقول عبد الله بن أنيس: استغليت الفرصه ونزلت انا بنفسي، فصرت اسوق بعيري انا واحاول اضلل معايا أسير واوخر عن باقي القوم عشان استفرد في أسير. وفعليا مشيت بهم وبدا أسير ينشق عن الباقي. خلاص استفردت الحين بأسير، وكان أسير على بعيرة. كنت أطالع في أسير وهو على بعيرة وأنا أمشي، فأخرج سيفي بكل هدوء، فرفعت يدي وكان ظلام، ما كنت أشوف إلا فخذ، فضربت فخذة إلا بشيء يطيح على الأرض. إذا بها فخذة وساكة أمام عيوني، إلا بجسده بعدها يسقط من على البعير على الأرض ومعه صوت. الصوت هذا شيء مو بسيط، يعني بإمكانه يشق اللحم حتى. يقول: فأقبلت عليه بسيفي عشان أضربه، فسبقني وضربني بصوته فشج رأسي، فبدأ الدم ينزف على وجهي وبديت حتى أتنفس دم، فأنهال عليه بسيفي فأقتله، أقتله وأنا يلا يلا أتنفس، الدم مل وجهي. طبعا صياح أسير من الألم نبه الثانين عن اللي جالس يصير، فهربوا راجعين لخيبر، بس الصحابة لحقوا وراهم بأسرع سرعتهم، فكان الواحد يهرب والصحابي وراه فيلحقها الصحابي فيقتله. فجلسوا على هذا الحال حتى قتلوهم كلهم ما عدا واحد دخل في قومه وهرب. رجعوا الصحابة للمدينة وعبد الله بن أنيس يحاول يلم جرحه مع بعض، كان جرحه مفتوح، يحاول يوقف النزيف بس النزيف مو راضي يوقف. النبي صلى الله عليه وسلم في ذيك اللحظة مع الصحابة، كان يحكيهم ويسولف معهم. فجأة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: تمشوا بنا إلى الثنية نتحسب من أصحابنا خبر. فمشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتناقشون ويسولفون إلين ثنيات الوداع. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا المرتفع، وثنية الوداع كان زي المرتفع يعني على مشارف المدينة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المرتفع وهم على هذا الحال إلا بالصحابة جايين من بعيد. فيقول عبد الله بن أنيس: وصلنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم ووجهي كله ينزف بالدم وباقي الصحابة ما فيهم شيء. فأول ما قلنا للرسول صلى الله عليه وسلم إنهم غدروا بنا بعد ما أمناهم وبعد ما وصلنا رسالتك لهم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نجاكم الله من القوم الظالمين. يقول عبد الله بن أنيس: جرحي كان مفتوح وينزف، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم جرحه ولمه ونفث فيه. كان الجرح مفتوح وينزف بس بعد ما نفذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقف من النزيف. فلم تقح بعد ذلك اليوم ولم تؤذني، وقد كان العظم فلا، كان العظم باين والقيح حتى يخرج منه. بعدها مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه عبد الله بن أنيس ودعا له. طبعا اللي حصل هذا كله في شهر رمضان، بعد تقريبا شهر من هذا الحدث، وفي شهر شوال من نفس السنة جو 8 أشخاص من منطقة اسمها غرينة، كان أغلبهم بدو جايين من البادية، جو للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عنده وقالوا: نشهد بأن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ودخلوا في الإسلام الثمانية كلهم. بس بعد تقريبا يوم واحد من مكوثهم في المدينة بدت حالتهم النفسية والصحية تسوء، مرضوا مرض غريب، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نحن أهل بادية وأهل إبل وصحراء، نحن حضر يا رسول الله وجو المدينة أتعبنا، استوبأنا من أجواء المدينة. تذكرون لقاح النبي صلى الله عليه وسلم النياق الحوامل اللي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت دائما هذه النياق ترعى خارج المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذول الثمانية اللي ما يحبون جو المدينة وجو التحضر يعني إنهم يعيشون مع هذه الإبل خارج المدينة، يروحون عند هذه الإبل يشربون من ألبانها وأبوالها. وكان على نياق النبي صلى الله عليه وسلم راعي اسمه يسار النوبي، كان يسار النوبي هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليا راحوا الثمانية هذولا عشان يعيشون في هذه المنطقة البعيدة واللي تعتبر منطقة بدو يعني، فعاشوا هناك أجواء البادية، شربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها إلين اصطحوا وقوي صلبهم ونفسيتهم بدت تتحسن وأمورهم الصحية تمام. بس كانوا ينظرون لهذه النياق الجميلة
واللي تعتبر من أفضل الأموال عند العرب واللي يسمونها باللقاح. فكانوا ينظرون لهذا اللقاح بنظرة الطمع والحسد في نفس الوقت. طق عندهم عركة وبدت شعور الجاهلية يعود لهم. استغلوا غفلة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الراعي المسكين وشلوا الإبل معاهم وهربوا في الصحراء. بس مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آخر لحظة شافهم ونادى عليهم. فنادى هذا الراعي معه نفر وانطلقوا عليهم فقابلهم ومنعهم وذكرهم بالله فقال لهم اتقوا الله في اللي قاعدين تسوونه، هذه نياق رسول الله. قالوا أي رسول الله يا شيخ، وأي كلام تتكلم عنه، وخر عنا وخر عنا لنقتلك. قال لهم ما بتمرون بتقاتلوني. فقاتلوهم حتى انقتلوا كلهم ما عدا مولى رسول الله. كتفوه وربطوه فقطعوا يده ورجله وكان يصرخ بأحلى صوت من الألم وقوة الألم. فمن صياحه العالي هذا راحوا أخذوا شوك عشان يسكتونه وفتحوا فمه وغرزوا بالشوك في فمه عشان يسكت. فعبوا فمه بالشوك، امتلأ فمه من الشوك وباقي في يديهم بقايا شوك. ففتحوا عيونه وغرزوا ببقايا الشوك في عينه حتى غطوا فتحات عين. هذا كله والراعي لازال حي. أعوذ بالله من قسوة القلب. فأخذ النياق معهم وهرب والراعي مطروح على الأرض وبقية النفر اللي كانوا معاه مقتول. كان في امرأة في نفس المنطقة راكبة على حمارها، كانت تمشي على حمارها إلا وتشوف شيء أسود ضايع في الأرض. قربت منه قربت 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 بس انصدمت بهذا المنظر اللي أمامها، مجموعة من القتلى مرميين وهذا الجسد اللي مبتوره يده ورجله ومعبى فمه وعيونه بالشوك. أعوذ بالله. وقد فاضت روح هذا الراعي لله سبحانه. منظر مفجع لأبعد الحدود. المرأة هذه كان بيغشى عليها من الخوف، رجعت بركب ترتجف إلى قومها وأخبرتهم عن هذا الجسد اللي طايح في نص الصحراء وكيف إنه مشوه بهذا الشكل. فراحوا القوم هذولا وأخذوا هذا الجسد وعرفوه وتوجهوا به للنبي صلى الله عليه وسلم. عرف النبي صلى الله عليه وسلم إنهم هذولا الثمانية، فأرسل 20 فارس من أشد فرسان المسلمين، كان قائدهم كرز بن جابر رضي الله عنه. فانطلقوا الصحابة وراء هذول المجرمين اللي ارتدوا عن الإسلام وسرقوا نياق النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا هذا الراعي بالشكل البشع هذا. كانوا يلحقون وراهم بأسرع سرعة، يركضون بأسرع سرعتهم حتى أدركهم الليل وأظلمت الصحراء، ما صاروا يشوفون أي شيء حولهم، ما هم قادرين يشوفون اللي أمامهم يعني. فوقفوا في منطقة اسمها الحرة، بيتوا هناك، بيتوا إلي شروق الشمس. صحي الصحابة هم يدرون وينهم، ما كانوا يعرفون في أي اتجاه شردوا هذول المجرمين، بس وهم على حالتهم هذا يقررون وين يتجهون إلا بامرأة معها كتف، معها كتف مشوي جالسة تأكل فيه. كان الكتف كبير يعني كتف ناقة. فسألوها ما هذا الذي معك؟ قالت هذه المرأة مررت بقوم قد نحروا بعيرا فأعطوني منها. قالوا إيش وينهم؟ قالت هم قريب من هنا بتلك القفار من الحرة. التفت الصحابة لبعضهم، الحرة المنطقة اللي هم فيها؟ قالت لهم توجهوا من هذه الجهة وبتشوفون دخان. أول ما بتشوفون دخان هذه الشابة اللي شووا فيها هذا الكتف اللي معايا، توجهوا الصحابة بأسرع سرعة إلا وفعليا القوم جالسين الثمانية أشخاص هذولا يشوون من لحم هذه الناقة. فتسللوا الصحابة وحوطوا حوله وصرخ فيهم واحد من الصحابة سلموا أنفسكم بالطيب لأن والله العظيم ما بتقدرون فينا، انتهى، احنا 20 وانتو 8. فقاموا الثمانية هذولا وركبهم ترجف فسلموا انفسهم، قالوا خلاص احنا ما لنا في الحرب ولا لنا في هذه الامور، ربطونا. ربطوهم الصحابة وجروهم للمدينة، مشوا لين وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعهم باقي النياق. فاخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وامر النبي صلى الله عليه وسلم بمسامير وحميت على النار وكحل بها أعين. وبعدها صلبهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرة، صلبهم خارج المدينة. فشاف النبي صلى الله عليه وسلم نياقة إلا في ناقة مفقودة كان اسمها الحنابة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم أكلوها. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إلى نهاية الآية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالأجساد أبدا نهي شديد، إلا إذا كانت المثلة قصاصا فإنه غير منهي عنه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. في نفس هذا الشهر شهر شوال وفي ليلة من لياليه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه داخل البيت وحلق رأسه وأخذ مفتاح البيت وعرف مع المعرفين واللي بنتكلم
عن هذا الحلم الحلقة الجاية بإذن الله. إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم، أتمنى إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم. وبالمناسبة قبل ما أروح، إذا تأخر هذا المقطع يوم أو يومين، اعرفوا يا جماعة الخير بأني أنا لازلت طالب وأنا الوحيد اللي شغال على هذه القناة، فأوعدكم إذا كان بيتأخر المقطع ما يزيد عن يومين، بس عليكم بالصبر معايا. إلين هنا نشوفكم إن شاء الله الجمعة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدك الغيث إذا الغيث هما، يا جمال الوصل بالأندلسي، مضينا نبذل الخير وما نمت الأعين عند الغنسي.